قصة الرعب اللي حكى لك دي هي قصة حقيقية. بتبدأ القصة دي إن كان في بيت، كان هذا البيت موجود في شبه غابة، وكان البيت ده كان لورثة. فطبعا قرر أحد الورثة إنه يبيع البيت دوت لمستثمر، وفعلا المستثمر ده اشترى البيت وبدأ يطور فيه. وبعد كده باعه لأسرة كانت ممتنة قوي بشراء هذا البيت. اشترت الأسرة البيت دوت وانتقلوا ليه، وكان البيت دوت مطل على الغابة، وكان فيه مناظر خلابة جدا، وكان بيت بالنسبة لهم قمة السعادة كانوا فيها. وكان في البيت بره كان فيه حدائق يلعب فيها الأطفال وحاجات زي كده. وكانت الأسرة سعيدة أوي في الشهر الأول والشهر التاني والشهر التالت بالبيت وبجمال البيت والهدوء والسكينة والحياة الجميلة اللي هم عايشينها حوالين الغابة والمنظر الخلاب. وفي أحد الليالي حست الزوجة يعني بخمول في جسدها ورعشة في جسدها في الليل، ولكن ما جاش في بالها، قالت ده مجرد تعب ومفيش أي حاجة. وبدأ يتكرر الكلام ده معاها يوم واتنين وتلاتة. وفي يوم من الأيام جه الزوج من العمل ولقى زوجته موجودة في أحد أركان البيت وبترتعش وعينيها بتلمع وعينيها مبحلقة وفي حاجة غريبة في زوجته. الراجل استغرب وخاف وقال لها وفي ايه؟ القصة دي زي ما قلت لك قصة حقيقية. فراحت ردت عليه بصوت متقطع وصوت خايف، قالت له في واحدة ظهرت لي النهاردة. قال لها يعني انت بتهزري، يعني ايه ظهرت لي النهاردة؟ قالت له زي ما بقول لك كده، واحدة ظهرت لي النهاردة وقالت لي انها ساكنة في البيت دوت من زمان، وان البيت ده بتاعهم وما ينفعش احنا الاتنين نسكن هنا، ولازم تسيب البيت ده في اسرع وقت، لإلا انت مش هتعرفي ايه اللي هيحصل لك انت واسرتك. يعني باختصار كده هددت الزوجة، قالت لها لو انت ما سبتيش البيت ده يا انت. طبعا الراجل اتخض، والراجل قال لها انت بتتكلمي بجد؟ قالت له ايوه انا بتكلم بجد، انا نفسي كمان ما صدقتش وانا في قمه الخوف. وفعلا كانت الزوجه كانت يعني في حاله يعني وحشه جدا. وفي الوقت نفسه ظهر وهو بيتكلم معاها، ظهر للراجل زوجها واحد قصير جدا، وقال له نفس الكلام بالظبط اللي قالته الجنيه اللي ظهرت او العفريت. الراجل القصير دوت اللي ظهر للزوج قال نفس الكلام بالظبط اللي قالته الجنيه او العفريت اللي ظهرت للزوجة، وقال له هدده وقال له انت لازم تسيب البيت ده بتاعنا ولازم تسيبه في اسرع وقت. فراح الراجل الزوج رد عليه وقال له طب اديني مهله ان اشيل حاجتي واشوف بيت جديد. فقال له انا هديك شهر واحد فقط. والفعل لم الراجل قال له انا هديك شهر واحد مهله تكون سايب البيت وماشي. فده كان التهديد من الراجل القصير دوت انه هيديله شهر فقط، وان وعده مش هيتعرض ليه للاذى ولا هو ولا اولاده، اذ غادر في فتره اقل من شهر، يعني اقصى حاجه شهر يكون ساب البيت. وقال له وعده قال له انا مش هاذيك ولا هاذي اولادك الا هديك شهر واحد فقط وتسيب البيت. وبالفعل لما الراجل اغراضه وطار وساب البيت ومشي. القصه دي حقيقيه على لسان الراوي. في النهايه يا رب تكون القصه دي عجبتكم، ولو عجبتكم القصه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد وحصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.